بس في تقييمك عشان انا وعدت ان انا هتكلم من ناحيتين، تقييم حضرتك لليوم الاول للمرحله الثانيه البرلمانيه الانتخابات البرلمانيه 2020. اهم نقطه في هذه الانتخابات انها انتخابات امنه وبلا صراعات حاده. احنا شفنا الانتخابات السابقه كان بيحدث فيها صراعات كبيره جدا، وكان بيحصل احيانا ان يبقى في قتلى نتيجه هذه الصراعات حتى قبل ال 25 ما بقاش حاصل، بقى في دولة، الأمن الكامل بقى في دولة، الاستقرار الكامل، حالة الاستقرار بدون أي مشكلات، الانتخابات بتتم. نسب الحضور أعتقد أن اليوم الأول دايما بيبقى أقل من اليوم إحنا بتوع اللحظات الأخيرة حضرتك. اليوم الثاني بيبقى أعتقد أنه بيبقى أكتر شوية. في النهاية برضو حالات الاستقرار بتخلق نوع من أنواع التراخي. القايمة لأنه هي الأصل، حضرتك ممكن تبقي عارفه واحد في القائمه فتقول انا هروح عشان واحد مثلا، يعني القائمه برضو بتقلل شويه نسبه الاقبال من من فكره كل وجود الشباب ده. يعني انا شايفه عدد اعمار صغيره كتير، دي حاله هتدينا حاله يعني زخم سياسي اكبر الفتره الجايه. دي حاله المرشحين ولا الناخبين؟ لا المرشحين وليس الناخبين. دايما الشباب لا بيكون كبار السن والسيدات لو على الناخبين. انا اقول لحضرتك يعني بامانه، يعني انا بالنسبه لي الاصل في كل الاشياء هي الكفاءه. تمام. شاب كبير صغير كفء ولا مش كفء، هو ده السؤال المهم. انا شفت شباب من التنسيقيه شباب الاحزاب على درجه عاليه جدا من الكفاءه، وعلى درجه عاليه جدا من الوطنيه، وعلى درجه عاليه جدا من الوعي. هنشوف نوع جديد من السياسيين، شفت منهم ناس واخده دكتوراهات في يعني العلوم السياسيه، ومنهم ناس انا بعتبرهم يعني اخواتي الصغيرين. احنا يعني للاسف وقت خلص، دي كلمه صعبه عليا جدا النهارده لان الحوار شيق. انا بشكر حضرتك جدا استاذ علي السيد مدير تحرير الاهرام، بشكرك شرفتنا ونورتنا. بشكركم مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده. ارجوكم اللي ما نزلش وفي ال 13 محافظه المرحله بتاعه المرحله الثانيه ينزل بكره، لان ده حقك وواجبك ان انت كمان تختار من يمثلك في برلمان 2020. واحنا مع السيد الرئيس بنهني جو بايدن على ولايه الولايات المتحده الامريكيه. بشكركم، تصبحوا على خير.